سعيد عبد الله اقرأ من قوله تعالى: تسقى من عين آنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. شيخ بناب صومي بالقرآن بأولي دزا تتمرى قيمي داوة سانس كمشاقين دريزا نيو 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 نسبيه يقولي نيو أوصم بالقرآن بسينغا نايه قرآن عينا وينو كجي مدينان وجي سوما وكسوبولا وكجيو ووصم الامبان تباجي تغيرا أما كلو غايو نما تكا غايو وكوانيو ميرا نكتة جرانتي قوانغا بس إنغا بنا بحفظ القرآن أبالي وانو بيتا أغو كسايو نيبيروزو مني ميرا يفن القرآن إلا تيونغا تتيا تشيما تتيا مبيرا ينفانا غانا كوفيدا سو باكو تيدا نوكوبا كوبيدزا أباكي أسوما القرآن نباكي فينا تتيا جسوما نهي أباكي علي أباكي جيتان ديكا أوبا أباكي باتان نباكو جيما لكو mwongere mwa amanyi nyo 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 fi wukufikum muimirira mutya era mutandika batya okubera nga mujisoma sibula muntu otandikirawo okusoma Qur'an sibula muntu ogattirawo yongirawo osisootya byonna byonna ensobi zibeeramu naye olwokuba nti tuli mu Qur'an challenge njagadde nkikooneko katono nnyo olw'ensonga nti abasinga bonna bazze bakikola nga tusoma oba nga tuwuliriza so tuangere mwa amanyi munsonge fanagana ko wetu barakallahu fik gena maso a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa amma idha mabtala wa amma إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متسربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. حسبك بارك الله فيك.